يا مساء الخير على كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من اون تايم نيوز. اكيد هنتابع كل الاخبار وكل ما يحدث في العالم سواء في اي حاجه، ولكن الحدث الاهم هي بطوله العالم لكره اليد اللي فعلا ظهرت حاجات كتير جدا كانت موجوده بس مش ظاهره قوي، تفاصيل صغيره وتفاصيل كبيره كلها بتقول حاجه واحده بس، تفاصيل بتاكد على ان المصريين لما بيعملوا حاجه او حتى بيقولوا انهم هيعملوا بيطلعوا كل حاجه حلوه في اللي بيعملوه. بنشوف مجهود كبير جدا مبذول من كل الناس اللي اشتغلت على البطوله. شفنا الشكل الرائع، شفنا التنظيم الرائع، شفنا الاداء المشرف لمنتخبنا، كل حاجه الحمد لله مشت على ما يرام. تقريبا ما فيش حد قدر يعمل اللي اتعمل، لان في ظل الظروف وفي ظل اللي كان بيحصل في العالم كله اعتقد ان انت صعب قوي انك تنظم الشكل اللي احنا شفناه. بتكلم عن البطوله دلوقتي، يمكن بيتعاد قدامي كل المشاهد، مش بس بدايه البطوله او الافتتاح، لا خالص، مشاهد الصالات وهي بتتبني وبتتعمل على اكمل وجه زي ما كلنا وحضراتكم طبعا شفناها، وقت ما العالم كله كان عنده ازمات، لكن احنا عملنا وبرضه حافظنا على كل ضيوفنا في الوقت اللي الدول قفلت فيه على نفسها، وقفلت كمان في كل وش اي حد جاي، خلاص كله قال لك احنا مش هنشتغل، احنا ما عندناش، احنا كلنا قافلين ومش هننظم ومش هنعمل اي حاجه، لكن احنا طلعنا مصريين وقلنا احنا موجودين، احنا هننظم واحنا قادرين فعلا ان احنا ننظم البطوله، وقادرين فعلا ان احنا نقول ونكون على قدر المسؤوليه. مصر يمكن خلاص فتحت حضنها للعالم كله زي ما حضراتكم شايفين. شفنا شكل بدايه زي ما حضراتكم بتتابعوا دلوقتي، بدايه من حفل الافتتاح لحد النهائي اللي كان ما بين طبعا الدنمارك والسويد، شفنا مباراه، شفنا تنظيم مباراه بشكل كبير جدا. يمكن خلينا نقول برضو ان مصر رجعت حياه مره تانية للرياضه وتنظيم البطولات، فتحت بابها وكمان حفظت كل فرد جه وكان موجود في البطوله دي سواء لاعب مدرب اداري او حتى عامل، قدرت تحافظ فعلا بشكل كبير على كل شخص كان موجود في البطوله. وزاره الصحه بذلت مجهود كبير جدا عشان تقدر تحافظ على الناس دي، كم البي سي ار اللي اتعمل على مدار ايام البطوله كبير جدا عشان تقدر تطمن على كل واحد موجود في البطوله، حطت قواعد لاي دوله كبيره او صغيره بتفكر انها تعمل بطوله مجمعه زي ما حضراتكم شفتوا. بصراحه كتبنا اول فصل في قصه هي قصه عوده الحياه لطبيعتها مره تانية. اعتقد كل دي دروس بنتعلم منها، دروس بنشوفها، كلام كبير جدا بيخلينا نقول لازم كلنا نفضل ورا اللي احنا بنشوفه ده عشان الرياضه تستمر بشكل طبيعي. انتهى مونديال العالم 2021، وبصراحة مكاسب كبيرة جدا لينا كلنا كمصريين بالمونديال اللي احنا شفناه سواء تنظيم او اداء لرجالة منتخبنا. بشكر كل واحد اشتغل على المونديال ده عشان يطلع الشكل باللي حضراتكم شفتوه واللي تبعتوه للعالم كله صراحة شافه وقدر يتابعه، والناس كلها اشتغلت بجد من اصغر واحد لاكبر واحد اشتغلوا عشان يطلع الشكل اللي حضراتكم شفتوه. خلونا نبدا اخبارنا مع حضراتكم من طبعا من عند المنتخب الدنماركي، بالاخص نيكلاس لاندن حارس مرمى منتخب الدنمارك اللي اشاد بتنظيم مصر لبطوله كاس العالم لكره اليد. قال كمان ان البطوله منظمه بشكل كبير وشكل كويس جدا، وقال ان كل شيء طلبه او كان محتاجه منتخب بلاده تم تنفيذه من اول يوم لاخر يوم، وكمان قال ان البطوله اثبتت ان كل شيء ممكن وان قرار قامتها في الوقت ده بالذات كان صعب جدا، والبطوله كانت قويه جدا بالفعل. واضاف ان في الدنمارك الحدث على شاشات التلفزيون ويشعرون كمان ان هناك ما يستحق المتابعه، واعتقد دي مكاسب كبيره جدا، مكاسب اللي بتشوفها اللي الناس بره ابتدت تتكلم عليك، فرنسا بيتكلموا عليك، الدنمارك بيتكلموا عليك، السويد بيتكلموا عليك، خلاص بلاد العالم زي ما قلت العالم كله شايفك، العالم كله بيبص عليك، وهو ده المكاسب اللي انا دايما بتكلم عنها. لسه مع الصحف الدنماركية ولسه أشادت كمان بأداء المنتخب الدنماركي في مباراة السويد وبالمدرب نيكولاي واللي وصفته بالمدرب العبقري، الصحيفة الدنماركية أكدت أن المنتخب ده هيظل التاريخ يفتكره دايما بعد طبعا ما توج ببطولة العالم مرتين متتاليتين، مشيرة أن هذا الأمر بفضل مدير فني
كبير كان واقف ورا كل هذه الانتصارات. وتابعت الصحيفة أن نيكولاي واجه العديد من المشاكل بغياب بعض النجوم في بعض الأوقات قبل وأثناء البطولة، ومشاكل طبعا كورونا اللي العالم كله بيواجهها، ولكن كان على الموعد بقيادة الفريق للتتويج بالبطولة للمرة الثانية على التوالي. مدرب كبير، مدرب صحيح، يعني الكلام اللي بيتكلموه مش من فراغ، مدرب ماشي كويس جدا كل مباراة، عارف ظروف الماتش ماشية ازاي، بيلعب كل مباراة بظروفها، قدر ياخد نقاط، قدر يتعدى خطوات صعبة جدا في البطولة كان أصعبها المنتخب المصري اللي واجه صعوبة كبيرة جدا عشان يقدر يتخطاها، ولكن في النهاية خلونا نقول ان هو مدير فني كبير، مدير فني محترم ولازم يكون في اشاده بيه. خلونا نكمل مع الصحف الدنماركيه سبورت تي في اللي قدمت الشكر للثنائي المصري طه واحمد اللي كانوا مرافقين للبعثه طوال وقت البطوله، مشيره كمان انهم وفروا كل شيء للفريق طوال الوقت، وتابعت انهم كانوا دليل لكل تفصيله في اليوم سواء من خلال المباراه او التدريبات. وتابعت الصحيفة أنهم كانوا جزء لا يتجزأ من الفريق وكانوا بيحتفلوا مع المنتخب في كل مباراة بالفوز، سواء بردود أفعالهم خلال المباراة أو معاهم حتى في غرفة الملابس. وأضافت كمان اللافتة الجيدة من الثنائي أنهم بعد مباراتهم أمام مصر ورغم حزنهم إلا أنهم وقفوا وسقفوا للعيبة تحية ليهم بعد الفوز، وهو هو ده اللي نال طبعا استحسان جميع كل الناس اللي موجودة. ووصفت الصحيفة كمان الثنائي بأنهم بيتمتعوا بخفة دم كبيرة جدا، وده اللي بيميز المصريين بشكل عام. وأشارت كمان لأن حافلة سائق حافلة المنتخب والعاملين بالفندق مؤكدا أن اللاعبين ما نسيوش هذه التجربة الرائعة مع هؤلاء الأشخاص المميزين. لسه مع الصحف الدنماركية عشان نتابع أكتر وأصداء فوز منتخب اليد طبعا بالبطولة، كان في هناك جسر أوليسند الرابط بين السويد والدنمارك اللي بيبلغ طوله 7884 وهو الأطول في العالم، تزين بلون علم الدنمارك بعد التتويج بلقب بطولة العالم، كمان تزين بلون الفريقين الدنمارك والسويد، ولكن بعد الفوز اللي حققه الدنمارك تزين الجسر بألوان العلم الدنماركي زي ما حضراتكم أكيد شايفين. احتفالات كبيرة جدا للمنتخب الدنماركي، الناس كلها كانت بتتكلم، هم كمان كانوا مبسوطين. تعالوا نروح نشوف المنتخب الدنماركي احتفل ازاي بعد الفوز ببطولة العالم للمرة الثانية على التوالي، ونرجع تاني. الدنمارك من المنتخبات القوية جدا اللي كان مرشح من بداية البطولة بقوة للحصول على اللقب، وكنا بنتكلم دايما لو كان المنتخب الوطني قدر يتخطى عقبة منتخب الدنمارك كان زمانه بيحتفل مكانهم دلوقتي، ولكن احتفالات مستحقة، أداء أكتر من رائع، مدرب قوي جدا، لعيبه مميزه من احسن اللعيبه اللي موجوده طبعا في العالم، وتجربه ان انت قابلت الناس دي واحتكيت معاهم بالشكل ده وقدرت توصل معاهم لركلات الترجيح، كل ده بيقول ان انت ايضا منتخب قوي، ان انت في الاخر هو ده بطل العالم النسخه اللي فاتت والنسخه اللي احنا فيها حاليا، فبيقول ان منتخبك قوي ان شاء الله. كل التوفيق اكيد لمنتخبنا الوطني فيما هو القادم. مشاهدينا هنطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم في اون تايم نيوز، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا برحب بحضراتكم مرة تانية في اون تايم نيوز، ولسه اكيد بنتابع اصداء النهائي امبارح والمباراة الجميلة اللي شفناها ما بين الدنمارك والسويد. خلونا نروح استعرضنا مع حضراتكم كل الصحف الدنماركية قالت ايه والفرحة بعد الفوز. نروح للصحف في السويد اللي اتكلمت عن خسارة المنتخب السويدي وتتويج الدنمارك بالبطولة، مؤكدة ان الفريق قدم اداء رائع بالبطولة من بداية البطولة الى النهاية ورغم المستوى اللي ظهر به الى الان، لكن انتصارات الفريق توقفت امام بطل العالم اللي هو الدنمارك. طبعا وجهت الصحيفه السويديه الشكر الى اللعيبه واللي اكدت ان الوصول الى النهائي كان مفاجاه رغم تواجد عدد من اللاعبين الشباب في الفريق، واضافت ان الفوز في قبل النهائي والوصول لنهائي البطوله كمان كان انجاز لهذا الفريق، مؤكده ان منتخب السويد هيكون مطالب بقى منه المزيد في الفتره اللي جايه. واعتقد يعني منتخب السويد كان يمكن من المنتخبات اللي ما كنتش ترشحها انها تكون موجوده في النهائي، بس في الاخر كل ماتش ليه ظروفه وكل مباراه الناس عملت اللي عليها وزياده، اشتغلت كويس جدا على مدار البطوله لحد ما قدرت توصل للنهائي، وفي الاخر بيتكلموا ان هو انت خسرت من بطل العالم في النسخه اللي فاتت وبطل العالم كمان في النسخه دي، فالخساره بتحملك انك تكمل، انك عندك لسه حاجات كتيره جدا ان شاء الله هيشتغلوا عليها في الفتره اللي جايه. خلونا نشوف، نروح ونشوف لقاءات مع منتخب السويد بعد طبعا الخساره امبارح امام الدنمارك، ونشوف قالوا ايه ونشوف الناس كانت مبسوطه ولا مش مبسوطه. نروح نشوف ونرجع مع حضراتكم مره ثانيه.
مرحب بك على قناة اون تايم سبورت، حظا موفق المرة القادمة. في الشوط الأول لم تخسر، ولكن في الشوط الثاني نجح الفريق الدنماركي في صنع فارق في الأهداف. ماذا حدث؟ أقول أن الفارق هو نيكلاس أيضا وهو السبب الذي حقق به ذلك. أنت اخترتم كفريق للأحلام ومن أفضل أيضا ليفت وينج، وما هذا الإنجاز الذي حقق من جانب فريق السويد؟ بالطبع أنا فخور بهذا التقييم، ولكن دائما أسعى لكل فريقي وتغيير المستقبل. أي بطولة في العالم تتوقع الفريق السويدي الوصول إلى نصف النهائي، ولكن بالفوز بالميدالية الفضية هذا إنجاز؟ لا أقول ذلك أنه إنجاز كبير، لأننا كان يمكن أن نفوز بالميدالية الذهبية، لعبنا بشكل متميز وكنا نستحق أيضا، ولكن في خلال عدة أسابيع عندما نعود مرة أخرى ربما سنحقق أيضا نتيجة أفضل في البطولة القادمة. شكرا جزيلا وحظا سعيدا في البطولة القادمة. طبعا كل الشكر للزميل العزيز أيمن مصطفى على لقاءاته مع منتخب السويد وأكيد منتخب الدنمارك بعد امبارح طبعا والنهائي وحصول المنتخب الدنماركي على البطولة. كمان كان في مباراة الثالث والرابع ما بين إسبانيا وفرنسا، وكانت مباراة مهمة ومباراة أكيد صعبة جدا. هنروح دلوقتي نشوف لقاء مع حارس المنتخب الإسباني ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. تهنئتي بالفوز على بالميدالية البرونزية. إذا أردت أن تقيم مشاركة المنتخب الأسباني ما هو تقييمك؟ إذا أردت أن أقيم حقيقة الفريق ومشاركة الفريق الإسباني في هذه البطولة، كانت مشاركة جيدة، فزنا بالميدالية البرونزية، خسرنا مباراة أمام الدنمارك بهدف واحد، هذا يعني الكثير بالنسبة لفريقي وعدم الاستسلام، وحصلنا على الميدالية البرونزية وكان هام جدا ولدولتي، ومستمرين وسعداء اليوم بهذه الميدالية. الخبرة كما تعلم في الفريق الإسباني كانت أحد الأسباب التي ساعدتكم على ربما الهزيمة أمام الفريق الدنمارك. الحقيقة ما حدث، ربما نحن نعلم كيف نلعب في اللحظات الصعبة، ولكن تعب اللاعبون كثيرا وسنهم أكبر بكثير من الخصم، ولكن في نهاية اليوم نحن سعداء لأننا دائما ننافس في كل المباريات لكون متواجدين دائما، وهذه النقطة الهامة. أنا سعيد أن نأتي هنا ونصل نصف النهائي، وأيضا الفوز اليوم بالميدالية البرونزية. شكرا. مع المتوسط الكبير في أعمار لاعبي منتخب إسبانيا، هل تعتقد أنكم قادرين بالاحتفاظ بنفس الفريق لعمل شيء ما في الأولمبيات وبطولة العالم القادمة؟ بالنسبة للألعاب الأولمبية بالتأكيد هؤلاء الأولاد سيشاركون لأنهم يريدون إنهاء حياتهم الكروية، ولكن بعض اللاعبين لن يستطيع الاستمرار إلى بطولة العالم القادمة وسيتقاعدون عن العمل وسينهون كاريرهم ومهنتهم في هذا العام القادم، وسعداء دائما بالفوز بهذه الميدالية معهم، وكان هام جدا لهم، وأعتقد مع الأولمبياد ستكون نهاية لجيل، ونتمنى أن تشهد السنوات القادمة نجاح لأجيل قادم. شكرا جزيلا لك. طبعا مباراة كانت مهمة، وأيضا مباراة الدنمارك والسويد كانت مهمة، والتنظيم بقى بشكل عام هنقعد نتكلم عليه كتير جدا. بينضم لنا دلوقتي على الهاتف الأستاذ بؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد. فندم برحب بيك ومشرفني ومنورني. ربنا يخليك يا أستاذ يحيى، وألف مبروك لينا كلنا، وألف مبروك لقنوات أون الصورة المشرفة. الله يبارك فيك. يعني الصورة المشرفة العالمية بصراحة، يعني مش حاجة حتى محلية، لا ده كلام عالمي، واستوديوهات تحليليه على اعلى مستوى وناس محترفه، وربنا يبارك لكم. بشكرك يا فندم، بشكرك ولازم ابارك لحضرتك على التنظيم الرائع اللي شفناه وابهر العالم بشكل كبير جدا. فعايز ابتدي من 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 هنا، والتنظيم واكيد تعب ومجهود كبير جدا اتبذل من كل واحد في المنظومه. والله الموضوع التنظيم ده موضوع يعني فعلا حاجه مشرفه لمصر كلها. أول القيادة السياسية، من أول
رئيس الجمهوريه لغايه أكيد. الوزراء لغايه وزير الشباب والرياضه لغايه الاتحاد المصري لكره اليد لغايه اللجنه المنظمه، كله سلسله متكامله في التعاون، كله تعليمات ان كل حاجه تذلل لاداء البطوله بالطريقه ديت بالتنظيم ده. انت عارف البطوله دي بطوله استثنائيه، كان بسبب الكوفيد كانت مهدده بالالغاء، مهدده بالتاجيل، لكن وفي نفس الوقت كان فيها مخاطره كبيره جدا جدا جدا، أكيد. لان في الوقت البيك بتاع الكوفيد اللي كان موجود في مصر وموجود في اوروبا وقبل البطوله، ان كان في دعوات من احسن لعيبه في العالم من دبله اللعيبه ان هم مش عايزين يجوا عشان متخوفين على حياتهم. الاتحاد الدولي والدوله المصريه يعني تحدوا هذه الصناعه، او يعني العوائق اللي بتفشل صناعه كره اليد زي ما بيقولوا في العالم. صحيح. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان البطوله خرجت بالشكل المشرف، وانا بعتبرها انها احسن بطوله اتعملت في تاريخ كره اليد في العالم كله. استاذ مؤمن، يعني خلينا برضه اتكلم عن الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي كان بيشيد بالبطوله وبيشيد بالتنظيم، رايك ايه في الاشاده الكبيره من الاتحاد الدولي، وانطباعات كمان بعد ما البطوله انتهت، وانطباعات الدول اللي كانت بتشارك منتخباتها في البطوله، انطباعات الناس دي ايه يا استاذ مؤمن؟ بص انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. المنظومه بتاعت التنظيم دي هي عباره عن ثلاث اضلاع ما كانش اكتر، هي منظومه اتحاد دولي، منظومه دوله مصريه اللي هي ممثله في وزاره الشباب والرياضه ومجلس الوزراء وجميع الاجهزه المصريه، ومنظومه الفنيه اللي هي تبع اتحاد كره اليد. صحيح. انا عايز اقوله لك يوميا بقالنا طبعا بدايه من الانشاءات واللي انت شفته في الشغل اللي تم في الصالات في الصالات. صحيح. دوت وان الاربع صالات يتعملوا في يعني احنا كان بيجي لنا لجان تفتيش من الاتحاد الدولي من سنه ونص، كانوا بيؤكدوا ان الكلام ده يعني صعب جدا تحقيقه في المده ديت، لكن صحيح. ان انت تشغل ال مثلا اللي كانوا مسؤولين عن الانشاءات اللي هي الهندسيه او حتى شركات المواليد عارف كانت ما حدش اثر بمنتهى الصراحه يا استاذ مؤمن. انا يعني من يعني بصراحه من اصغر واحد لاكبر واحد ما حدش اثر في البطوله دي تنظيميا ولا حتى اداء لمنتخبنا. لا هو انا ما بكلمكش على التقطير، انا بكلمك يعني دايما احنا ما بنبصش على التقطير، احنا دايما بنبص على نص الكوبايه المليان. صحيح. لا انا عايز يعني اثني على دور الدوله المصريه في طبعا انجاز هذه المشاريع العملاقه اللي هي هتفيد مصر لمده 100 سنه وهتفيد الرياضه المصريه لمده 100 سنه. صحيح. احنا انت عارف من سنه 91 لو انت حضرتك متذكر الصاله الكبرى في استاد القاهره، يعني تقريبا من 30 سنه لم يتم انشاء صاله او صاله كره يد بهذا الحجم وبهذه صحيح الكواليتي زي ما بيقول. فاحنا جددنا صاله استاد القاهره، جددنا صالات التدريب كلها اللي المنتخبات اتدربت فيها، يعني انت متخيل ان في اربع صالات تم انشاؤهم من جديد وفي 10 صالات تم تجديدها. فده صحيح. استثمار طويل المدى للدوله المصريه. طبعا طبعا. استثمار طويل المدى في الرياضه المصريه. استثمار طويل المدى في الاولاد او الناشئين او اولادنا كلهم في جميع صحيح. رياضات الصالات. صحيح. استاذ مؤمن، يعني هتكلم معاك برضو عن المستوى الفني لمنتخبنا الوطني، واكيد في شغل كبير ما بعد البطوله كمان، وعايز اعرف راي حضرتك في مباراه النهائي امبارح ما بين الدنمارك والسويد والاداء اللي كان بيقدمه الدنمارك طوال البطوله. والله يعني بص انت منتخب مصر قومي من سنه 91 بيلعب في بطولات العالم، يعني احنا مش لسه حاجه جديده علينا. صحيح. احنا نبقى موجودين في بطوله العالم، بس هي الفكره ان انت رايح بطوله العالم تاخد بعضك وتطلع من الدور الاول، ولا رايح بطوله العالم تعمل مستوى الناس كلها تتكلم عليه تقول ويل دان بعد البطوله. صحيح. طبعا منتخبات مصر خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا كانت بتتوج، يعني الحمد لله احنا خدنا ثامن عالم بعد ما كنا 17 و18 من سنه 2001 لم يستطع المنتخب المصري الوصول الثمانيه او العظماء السبعه او الثمانيه. صحيح. سنة 2018 2019 دخلنا في وسط الثمانية، النهارده بناخد من العظماء السبعة بتوع العالم، وما خسرناش غير ماتش واحد أنا بعتبره اللي هو السويد، فرق واحد في آخر 10 ثواني،
والماتش اللي مع بطل العالم احنا تعادلنا وخسرنا بضربات الجزاء. صحيح. طبعا في حاجات ايجابيات كتير جدا، واكيد حتى الفرق اللي كسبت كاس العالم اللي هي الدنمارك اكيد عندها سلبيات. طبعا. كل فرقه بتبص ازاي تتحافظ على ايجابياتها وازاي انها تتطور من خلال انها تعمل خبرات اكثر بحيث تقلل سلبياتها. صحيح. احنا قعدنا ابتدينا من امبارح عشان تبقى انت عارف ان احنا نعمل خطه الاعداد بتاعه طوكيو، وعندنا اجتماع بكره مع المدير الفني الثاني. صحيح. الناس كانت بتنادي ان احنا او بتطالب ان احنا نجدد معاه على الرغم ان احنا مجددين معاه من شهر 11. هو بعد الاداء والشكل اللي ظهر بيه منتخبنا الوطني الناس ابتدت تشوف ان جارسيا هو من المديرين الفنيين الكويسين جدا، عشان كده ابتدت الناس تطالب بالتجديد. لا هو انا يعني احنا عشان عارفين الشغل اللي احنا بنبني عليه، احنا طبعا بنيت على الشغل الاسباني دوت من 2018 وشفت نتائجه في 2019، ثم حصل ان المدرب اللي احنا جبناه اللي هو ديفيد كامارا دوت راح فيزدرب المجري، وكانت بعد بطولة العالم الماضية اللي كانت في الدنمارك، فاحنا شفنا نتائج الشغل الاولين بتاع المدرسة الاسبانية واللي هي اصلا بتقود العالم من ناحية. صحيح. لو بصيت على كل منتخبات العالم 60-70% من المديرين الفنيين اسبانيين، مديرين فنيين سواء في الاندية او في المنتخبات من المدرسة الاسبانية، وهي مدرسة يعني بتتلائم مع امكانياتنا، لان احنا برضو ما عندناش مواصفات جسمانيه زي مثلا فرق سلوفينيا ولا زي فرق المانيا اللي هو طوال القامه 2 متر تلاقي متوسط كده كلها 2 متر، لا انت عندك حاجات مميزه ليك في عناصر سرعه، في عناصر مهاره، ذكاء زي ما بيقولوا ذكاء في الملعب، لكن محتاج ان انت احتكاك اكثر، محتاج ان انت تشتغل بتدريبات اكثر عشان تحفظ اكثر، وطبعا محتاجين في الفتره الجايه ان ننقل شويه لعيبه عندنا ان هم يبقوا بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه اكثر عشان يبقى عندهم نفس مستوى الاحتكاك اللي هم متميزين بيه علينا الدول الاوروبيه عن ولادنا، ان انت الدول الاوروبيه اللي بتلعب مع بعضها وطول السنه عندهم دوري قوي وعندهم زي ما بيقولوا كده منتخب العالم بيلعب في اوروبا. في كل انديه اوروبا، فانت كل يعني كل حتى اللعيبه المصريين اللي بتلعب دلوقتي في الدوري الاوروبي عنده كل اسبوع ماتشين لثلاث ماتشات، ماتش في الدوري وماتش في بطوله اوروبا، فهو على طول بيلاعب الوشوش دي والاجسام ديت والسرعات ديت وكده، هو فبالنسبه له خلاص وانس بيأدبت نفسه عليها بيبقى الموضوع عادي. احنا بقى بنشوف الكلام ده امتى؟ كل بطوله عالم او كل اولمبياد. طبعا طبعا ده لكن اللي انت لازم تشوفه كبطوله عالم انها تتعمل في الظروف الاستثنائيه وانها تحقق الانجاز الفني اللي انت عملته وانها تحقق نسب المشاهده، حقق الاستثمار في الاستوديوهات التحليل اللي انتوا عملتوه، البراند بتاع صناعه الهاندبول، لا الموضوع بصراحه يعني انتوا عملتوا اللي اتعمل في خلال الشهرين اللي فاتوا دول في كره اليد لم يتم عمله في خلال بدايه كره اليد، لان انت كشعبيه كره اليد، كمستوى كره اليد، كصناعه كره اليد، كتسويق لكره اليد، لا حاله يعني انا فخور ان انا من هذه المنظومه وفخور ان احنا كلنا كولاد كرة اليد، وحتى قدرنا نقنع مثلا شركة الإعلام المصرية انها تيجي تستثمر معانا في هذا التسويق وانها تفتح قناة جديدة مخصوصة لكرة اليد، ان احنا نستحوذ لأول مرة يعني مع احترامي للجميع قبل كده اهوت، انت أول بطولة عالم بتاخد حقوق بسها في الميدل ايست كله. صحيح. الشغل دوت لما انا جيت افكر فيه في ونقنع بيه الناس عندكم ان هم يؤمنوا ان احنا عندنا قدرات ان احنا نقدر نجيب التنظيم دوت او الحقوق ديت لشركه اعلام المصريين، كنا عايزين السبورت بتاعهم وهم امنوا بينا، والحمد لله قدرنا ان احنا ناخدها في الحقوق البث في الميدل ايست كله وفي نورث افريكا. دي كانت حاجه جديده بالنسبه لنا وكانت مخاطره، بس الحمد لله ولكن الحمد لله طلعت بالشكل اللي يليق بينا كلنا كمصريين في النهايه يا فندم. اخيرا عايز اسالك عن مباراه امس ما بين منتخب الدنمارك والمنتخب السويدي، وشفت المباراه ازاي؟ وهل من وجهه نظر حضرتك يستحق المنتخب الدنماركي الحصول على البطوله للمره الثانيه؟ والله بص، المنتخب السويدي طبعا هو زعيم الاسكندنافيين من زمان كتاريخ. المنتخب السويدي
هو أصدع بطولات عالم مش بطولتين زي المنتخب الدنماركي. المنتخب الدنماركي أول مرة ياخد بطولة عالم هي كانت البطولة اللي في على أرضه، ودي تاني بطولة، وخد قبليها الأولمبياد. التاريخ بيقول إن أنت حضرتك عشان تبني بطل يكسب بطولة عالم يحافظ على البطولة اللي بعديها، ده بيبقى زي تلاحم أجيال، ويبقى الشغل ده مبني من 4-5 سنين، ودول خدوا خبرات وحكايات مع بعض. السويد من سنة 99 بطولتها اللي كانت موجودة على أرض مصر هي كسبتها، دي آخر بطولة عالم كسبتها السويد. يعني السويد من سنة بقالها 21 سنة ما طلعتش على منصات كتير. فهم عندهم بطولة العالم القادمة موجودة على أرضهم. هتلاعب في السويد وفي بولندا. وبيحضروا الفريق دوت وبيجددوه من حوالي سنتين. منتخب كويس يا فندم برضه، منتخب السويد منتخب كويس، منتخب قوي. صحيح. والمدرب بتاعهم هو مدرب نرويجي. ولو انت بصيت على السيستم السويدي، السيستم السويدي بيتميز بالسرعه، والسيستم الدنماركي بيتميز بالسرعه وقوه التصويبات وكده. ان السيستم النرويجي السبع لعيبه بيلعبوا هجمات منظمه سريعه، لو انت بصيت على فرقه السويد هتلاقيها تقريبا ابتدت تخش على السيستم النرويجي بنتيجه طبعه او المدير الفني اكيد. طبعا هما فرقتين جامدين جدا، لكن اللي كان جونه امبارح موفق في 10 دقايق هو اللي كسب البطوله. صحيح. الماتش بيكون بجون طول الماتش لغايه لما حارس احسن حارس في العالم واحسن لاعب في العالم طبعا اخر 10 دقايق الكوره المؤثره كلها هو خلصها، يعني هو اللي خلص الماتش ده. حقيقي استمتعنا بالبطوله استاذ مؤمن، واستمتعنا بالتنظيم وشفنا الشكل الرائع. بشكرك وبشكر كل واحد اشتغل على البطوله عشان نشوف الشكل ده. بشكرك شكرا جزيلا استاذ مؤمن صفا امين صندوق الاتحاد المصري لكره اليد، نورتنا يا فندم. بشكرك شكرا جزيلا، واكيد كلنا لازم نكون فخورين بالتنظيم والشكل اللي ظهرت بيه بطوله العالم لكره اليد 2021. مشاهدينا نطلع لفاصل ولسه مكملين مع حضراتكم، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا برحب بحضراتكم مره ثانيه، لسه مستمرين معاكم في اون تايم نيوز وبنتابع كل الاخبار طبعا اللي تخص مونديال 2021. وخلينا نروح لاهم التعليقات اللي اتقالت عن البطوله، وكانت من اللجنه الاولمبيه الدوليه ورئيسها طبعا توماس باخ، اللي قال ان بعد وصول بطوله العالم لكره اليد ال 27 للرجال ذروتها، اهنئ بحراره على وجه الخصوص الاتحاد الدولي لكره اليد تحت القياده طبعا العظيمه للرئيس الدكتور حسن مصطفى على التنظيم الممتاز للبطوله دي. كمان قال انه كان من المدهش اننا نشوف رياضه كره اليد بتتالق خلال هذه الايام، وازاي كان اداء الرياضيين على الرغم من الظروف الصعبه جدا بسبب طبعا ازمه فيروس كورونا. كمان اشاد بالاتحاد الدولي اللي كان في افضل حالاته، وطبعا وشفنا الشكل اللي ظهرت بيه البطوله باستخدام طرق، كمان شفنا البي سي ار اللي اتعمل لاكثر من 3000 شخص من الرياضيين والمشاركين اللي كانوا موجودين في البطوله، وان ده بيدينا الثقه في الحركه الاولمبيه كلها، وممكن كمان نشوف خلال الفتره الصعبه دي تنظيم حدث رياضي رائع بطريقه امنه وصعبه للغايه. واكد ان ده تشجيع كبير، وهنستفيد من التجربه كمان مع الالعاب الاولمبيه طوكيو 2021 اللي ان شاء الله هتنطلق في 23 يوليو السنه دي. خلونا نرجع، وواحد من رجال منتخبنا، واحد من الناس اللي اتكلمت عليهم واشدنا بيهم في مباراه طبعا الدنمارك اكيد ومنتخبنا الوطني، واحد من نجومنا كابتن عصام الطيار، برحب بيك، مشرفني ومنورني ومبروك الاداء المشرف وشرفتونا. طب حضرتك الاول حضرتك طبعا في كلام حلو يا رب حبيبي، يعني عايز اتكلم معاك في حاجات كتيره الصراحه. في البدايه الاداء المشرف اللي ظهرته بيه والروح كمان اللي ظهرته بيه امام منتخب الدنمارك، كان في منحنيات كتيره على مدار المباراه، شفنا اشواط كتير وشفنا ركلات ترجيح وشفنا كمان تعاون بينك وبين كريم هنداوي بتسبورت البعض بشكل كبير جدا، كل دي تفاصيل لازم اتكلم فيها معاك. طبعا طبعا هو الموضوع كله ان الناس كلها بتكمل بعض، يعني طيب طيار ممكن تتحرك شويه او نحاول نعاود يا جماعه الاتصال بيه مره ثانيه عشان يمكن الصوت مش واضح للساده المشاهدين. هنرجع نتواصل اكيد مع واحد من نجوم منتخبنا الوطني هو طبعا عصام الطيار. خلونا نرجع
ونستكمل اخبارنا مره واحده مره تانية من الاتحاد الدولي لكره اليد. طبعا نروح لدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد اللي وجه الشكر للدوله المصريه طبعا بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على دور الدوله المصريه لانجاح بطوله العالم. واكد دكتور حسن مصطفى ان الجميع لعب سيمفونيه رائعه بتنظيم بطوله العالم، مرسلا تحياته لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه بدعمه الكبير لاقامه النسخه ال 27 من بطوله العالم رغم جائحه فيروس كورونا. وقال رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد: بشكر الحكومه المصريه برئاسه الدكتور مصطفى مدبولي بعد تنظيم تلك النسخه في ذلك الوقت الصعب. وواصل حديثه: أشكر أيضا اللجنة المنظمة مدير البطولة حسن لبيب ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد هشام نصر. وقدم الاتحاد الدولي لليد شهادة تقدير وميدالية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس طبعا مجلس الوزراء لشكره على مجهوده الكبير في تنظيم البطولة في ظل طبعا تفشي وباء فيروس كورونا. وهو ده اللي كنا بنتكلم فيه، التنظيم اللي ظهر والشكل اللي أبهر العالم خلى خلاص الاتحاد الدولي بص وشاف وكل العالم اتفرج وشاف. أكيد كل الشكر طبعا لكل القائمين على التنظيم اللي ظهر بالشكل الكبير تاني. مرة تانية بيعود لنا كابتن عصام الطيار. كابتن عصام برحب بيك مرة تانية. أنا صاحب حضرتك، أنا معاك. يعني إذا كنت بتكلم عن صعوبة المباراة والمنحنيات الكتيرة اللي حصلت في المباراة وأصعب كمان أوقات المباراة اللي مرت عليكم. طبعا ماتش الدنمارك كان ماتش صعب جدا. أكيد. زي ما بقول وهفضل اقول دايما، احنا ما كانش يعني واحنا نازلين الماتش الموضوع ما كانش هدفنا ان احنا نأدي اداء كويس او اداء مشرف. احنا كنا نازلين نكسب بجد، حتى الروح ديت كان دايما اللعيبه الكبار بتنقلها لينا كلنا. وزي ما قلت لك الماتشات اللي هي الثقيله دي دايما بتخلص في الاخر، اكيد ما كانش متوقع ان هي تروح لحد ضربات الجزاء، بس اكيد دايما بتخلص، يعني دايما بتخلص في الاوقات اللي هي الايه، مش هقول لك حتى في الشوط الثاني، لا بتخلص في اخر الشوط الثاني زي ما انت شفت كده. هو سيناريو دراماتيكي حصل في مباراه مصر والدنمارك دي يا طاهر، خلي بالك يمكن من السيناريوهات الصعبه اللي هي بتحصل. يعني طبعا ده يعني مش يعني الموضوع مش زي الكوره، لا هو طبعا اكيد ضربات الجزاء في الهاندبول الموضوع ده مش ممكن يتكرر مره كل فتره. وطبعا على مدار الماتشات وان الناس اتفرجت وبتاع، لا هو الدنمارك فرقه جامده جدا، ابطال عالم اكيد امبارح، كسبين كل الماتشات، مفيش حتى يعني هم كانوا عاملين زي سلسله انتصارات كده 15 ورا بعض. صحيح. ضربات الجزاء دي ما بتكسبش انتصار، هي بتكسب يعني لو دخلت شفت مثلا ان المباراه خلصت كام هيقول لك تعادل. هي بس ضربات الجزاء في كره اليد مش زي كره القدم، ضربات الجزاء في كره اليد هي حاجه اللي هو ايه، هو الفريق ده طلع لكن مش انتصار الدنمارك على مصر. صحيح. هي بتتسجل تعادل. طبعا الفرقه كلها كانت رجاله فنيا والناس كلها عملت اللي عليها، هو الموضوع اتنقل بقى من حته الفنيه وحته بقى القتال وكده لحته ان هي دي الرياضه بقى، يعني هي دي الرياضه مكسب وخساره وبس. طيار يعني عايز اتكلم، روح حلوه بينكم وبين بعض كلكم في منتخب مصر، ولكن بينك وبين كريم هنداوي في كيمياء كده مختلفه، بنشوف دايما وانت موجود في الملعب هنداوي واقف بره بيسبورت بيشجع بيتكلم، ونفس الموضوع العكس. والله بص يعني انا مهما اتكلمت يعني انا كريم هنداوي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. انا من قبل ما يكون زميل ليا في الفرقه، انا كريم مثل يعني بالنسبه لي كان يعني مثل اعلى، يعني هو يعني انا كنت صغير وكريم هنداوي ما شاء الله جول للمنتخب، فانا بالنسبه لي طول عمري شايف كريم هنداوي بالنسبه لي قدوه. الموضوع بقى اتنقل لما بقينا زمايل، انا اكتشفت ان كريم هنداوي على المستوى الشخصي هو شخصيه جميله جدا وقياديه جدا، وبجد من اهم ناس في يعني من اهم الناس فنيا وقياديا في المنتخب. وطبعا يعني انا كريم هنداوي مش حاجه كتير يعني جوايا يعني، لكن الروح الحلوه دي هي بجد في وسط يعني هي مع المنتخب كله مش مع. صحيح. وده شفناه على فكره، وده ظاهر للناس بشكل كبير جدا. بالظبط كده. ممكن انا وكريم هنداوي كان الموضوع ملفت شويه عشان احنا بس الاثنين، يعني انا كريم هنداوي زي ما قلت لك كان بالنسبه لي حاجه كبيره جدا. وكريم هنداوي الصراحه على طول من اول ما بدات معاهم من 4 سنين هو كان دايما بيديني الثقه ودايما بيبقى في ظهري، فممكن تكون الروح ديت كانت شويه زياده في الملعب، عشان في الاول وفي الاخر برضه احنا فنيا احنا الاثنين بنكمل بعض يعني. اكيد طبعا مصلحه الفرقه العامه.
يعني تحديات كبيره ان شاء الله باذن الله في الاولمبيات اللي جايه، بتمنى لكم التوفيق. وخلاص بعد الاداء المشرف اللي شفناه والشكل والمستوى اللي ظهر بيه منتخبنا الوطني، مستنيين منكم الكثير والكثير ان شاء الله في الفتره الجايه. بشكرك شكرا جزيلا، واحد من نجوم منتخبنا الوطني كابتن عصام الطيار، واكيد بتمنى لك وبتمنى لكل المنتخب التوفيق فيما هو قادم باذن الله. مشاهدينا بكده بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من اون تايم نيوز، نشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده. دمتم في امان الله.